اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فيديو جديد يا بنات، لايك واشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده متصور يوم الجمعه. عايزه اقول لكم حصل احداث كتير عشان كده ما نزلتش فيديوهات يوم الجمعه بالذات. الفيديو ده متصور الصبح، من الصبح لحد قبل النور ما يقطع كده. عايزه اقول لكم حصل شويه احداث حلوه، يعني هحكي لكم في الفيديو اللي جاي. تمام. الفيديو ده متصور ومتمنتج كمان من قبل الموضوع ده ما يحصل. تمام. فلو انت اول مره تشوفي قناتي ادعميني باللايك والاشتراك، ويلا بينا على الفيديو نشوف الفيديو كان ماشي ازاي ووصل لايه. الفيديو ابتدى كده من حوالي الساعه 7 الصبح كده، قمنا كده صباحيه يوم الجمعه. تمام. قمنا كده غيرنا كده الملايات بتاعه السرير، وفتحنا كده الشبابيك عشان نشيل الطاقه السلبيه وندخله طاقه ايجابيه، ونسقوا الشقه ونعطروها عشان صلاه الجمعه تيجي واحنا بيتنا نظيف وريحته حلوه. مش كل حاجه بنرتب لها بتبقى زي ما احنا عايزين، ولا كل حاجه عايزينها بتيجي زي ما احنا عايزين. ربنا ارادته فوق كل شيء عامه. يعني اليوم كان ماشي حلو وجميل وما فيهوش اي حاجه، ختم بكارثه. ومعنى كلمه كارثه مش كارثه بقى حاجه بسيطه، لا دي كارثه يعني. من غير مقدمات ومن غير اي حاجه المطبخ بتاعي يعني ولع وكده. فالحمد لله لكل جيب ربنا. هصور لكم الفيديو اللي جاي، بس انا عشان ما كانش ليا نفسي انزل حاجه ولا اصور حاجه. فان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هوريكم التفاصيل بتاعت اليوم واللي حصل فيه ايه بالظبط. تمام. واقول لكم ايه اللي حصل وكان سببه ايه. بس خلينا في فيديو النهارده. انا هنا كنت بوريكم اللي انا منظفه كل حاجه ومشغله صلاه الجمعه على التلفزيون ومستنيه الاقامه عشان نصلي انا وابني. تمام. وكان اليوم حلو الحمد لله، وكان ماشي جميل. كمان كنت منظفه الاوض كلها، ما كانش فيه اي حاجه. وحان الان موعد اذان ظهر الجمعه. تمام. صليت انا وابني الحمد لله رب العالمين. كان يوم ماشي حلو خالص، ما يديكيش اشعار ان في اي حاجه هتحصل، بس زي ما قلت لكم ان دي بتبقى حاجه بتاعت ربنا، ما حدش ليه يد فيها. بعد طبعا ما صلينا كنا جايبين عنب، فابتديت ان انا افرطه كده واشيله في قلب اغسله واشيله في قلب العلبه بتاعته عشان خاطر إيه لما ابني يحب ياخد عنب ولا حاجه ياخد على طول، يبقى العنب كله نظيف يعني، ما اضطرش بقى انه كل شويه تعالي اغسلي لي العنب مش عارفه في ايه الكلام ده. فافضل طريقه انك انت تحفظي بيها العنب انك تجيبي الكميه اللي انت عايزاها تفرطيها زي ما انا بفرطها كده وتغسليها. ولو حسيتي ان فيها لسه شوايب ممكن تحطي لها نقطه خل صغننه خالص، هتخلي العنب بتاعك لو في اي حاجه تنزل. تمام. هنا انا بنقضه عشان لو في عنبيه طريه ولا حاجه جت بالغلط في قلب العنب اللي انا فرطته. تمام. وببتدي انا احطه في الصفايه يتصفى خالص، يتصفى تماما من الميه طبعا، عشان طبعا لو انت شلتيه في علبه مقفوله ميته العنب بتاعك هيعفن ويبوظ على طول. فافضل طريقه انك تشيليه تسيبيه يتصفى. تمام. وبعد ما تسيبيه يتصفى تبتدي انك انت تعبيه في العلبه اللي انت هتعبيه فيها، ايا كان نوع العلبه ايه، المهم تكون العنب ما يكونش فيه ميه علشان خاطر ما يبص منك، وخصوصا لو حاطه كميه كبيره في قلب العلبه. تمام. تمام. ده كده كان بالنسبه للعنب كده. بعد طبعا ما فرطته وغطيته بقى وحطيته كده في الثلاجه، كمان كنت جايبه واحده كانتالوب كده بردك قطعتها، نضفتها وقطعتها بردك حطيتها في الثلاجه علشان اللي يعوز ياخد على طول في طبق، منعا يعني لوجع القلب. في حد بيقول لي الكنتالوب بيطرى لما بيقعد في متقطع في التلاجة، هو فعلا المعلومه دي صح، بس انا عن نفسي الكنتالوبيه ديت ما قعدتش يعني لحد بالليل، يعني خلصت في ساعتها. الفاكهه بالذات بتبقى من الحاجات الحلوه في الصيف، خصوصا ان انت بتحسي دايما انك انت حرشانه وعايزه حاجه ساقعه كده تديكي طراوه. فاليوم كان ماشي حلو، كل ده كان لسه العصر ما ادانش اصلا ولسه اليوم فيه بركه زي ما بيقولوا. تمام. نظفت الدنيا ومسحت كل حاجه وروقت المطبخ، وبصوا ما كانش فيه اي حاجه زي ما انتم شايفين. اليوم ده ما عملتش غدا، قضيتها حاجات بسيطه يعني وكده. تمام. مسحت الرخام وروقت الدنيا وحطيت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت لكم المقطع بتاع المحشي دوت، ده مقطع قديم بصراحة، عشان اكمل لكم الفيديو. بس اليوم ده انا ما عملتش اكل، انا اليوم ده كل اللي عملته اني عملت زي ما انتم شايفين لحد العنب كده، نضفت العنب والكنتالوب، وبعديها اكلنا جبنه وعنب وكنتالوب، ما اكلناش حاجه تاني. تمام. بعديها بقى حصلت الكارثه ان هو المطبخ بتاعي ولع. الخسائر جت تدريجي، يعني ما جتش الخسائر كامله زي ما يعني زي ما حصل، يعني حصلت اثناء الحريقه يعني وكده، ما حصلتش الخسائر كلها، الخسائر جت تدريجي. يعني حاجه باظت وفي حاجه باظت في حاجه باظت. هتقولي لي طب ايه السبب يا ايه، كنت سايبه حاجه على النار؟ ابدا، زي ما قلت لكم انا ما كنتش حاطه حاجه على النار اصلا، واللي حصل ده قضاء الله وقدره. حد يقول لي ماس كهرباء، اقول لكم لا برضك ما كانش في ماس كهرباء ولا حاجه، بس يعني الموضوع كان من سخونيه الجو. يعني انا كنت شغاله الشفاط بتاعي، وسخونيه الجو بتاعت الشفاط، السخونيه مع الشفاط هي اللي بوظت الشفاط بتاعي. تمام. لكن فكره ان انا مثلا كنت مولعه حاجه ونسيتها والكلام ده، ما كانش في حاجه من دي خالص، لان زي ما فهمتكم اني انا ما كنتش حاطه، اللهم صل على سيدنا محمد، ما كنتش حاجه حاطه حاجه على النار، ما كنتش مشغله البوتاجاز، انا كنت مشغله الشفاط بس، علشان بتاع ده لو في كنت حاطه ريحه بخور وكده، فالبخور مع الشفاط بيخلي ريحه الشقه حلوه، فبس هي دي الفكره. فانا سبت الشفاط شغال شويه، مفيش 10 دقايق لقيت لكم بقى النار نازله منه زي ما يكون مطره كده. ده اللي حصل. طبعا طفيت النار الحمد لله رب العالمين. كانت الخسائر كانت عباره عن الشفاط كله نزل على البوتاجاز، حصلش اي حاجه في البوتاجاز، البوتاجاز كان تمام مفيش اي حاجه. بس بعديها بقى، بعد طبعا ما نضفنا وتمام التمام وما لقيناش فيه اثار لاي حاجه، كان الاثار الوحيد ان الشفاط بس هو اللي باظ. استعوضنا ربنا وقلنا الحمد لله ان احنا كويسين والشفاط فدانا والكلام ده. بعديها بيومين او بيوم ابتديت ان انا اعمل اكل على البوتاجاز، البوتاجاز بتاعي ازاز، الا البوتاجاز كمان فرقع، ما فرقعش من حاجه، هو الازاز بتاعه طق، الله اعلم ده اثار الحريقه اللي حصلت ولا هو طق كده، ده اجله وكتابه. ودي كده كانت الخسائر، اللي هو البوتاجاز والشفاط، وطبعا الاتنين شقله واحده، فكان العزم تقيل قوي عليا. عايزه اقول لكم انا بحكي لكم دلوقتي انا لسه في الصدمه، هنزل لكم الفيديو بالتفصيل واقول لكم برضك الحكايه بالتفصيل. بس ده كان نهايه الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك.